انك انت ما قيمتنيش على خاطر اني انا مريض. هذه الحاجه اللي نحبها فيك وهذا علاش انا معك. لو سمحتي هدوء. لازم الصمت. واحد اثنين ثلاثة عزيز قلنا مرفوع عنك القلم. ثلاثتكم صراحة من أجمل ما قدمته يعني كثير كثير حبيت. تحديت مع تحديت بجوري وفازت. أي والله. والأسبوع في تحدي ثاني. أسبوع بتغنين حق طلال مداح. أوكي. تحديات كل ما لها بتصعب وبتكثر وبتكبر ولكن إن شاء الله أنا قدها. صراحة بدعته سالم الطبقة كانت جدا حلوة. لازم تعرف كل مرة طبقتك صح تاخذها عشان تلمع إن شاء الله. وديت بشكل جدا ممتاز. أنت بنطلع بعد شوي على الاستوديو عشان نخلص طبقة الأغنية لازم نسجلها الأسبوع. لا جامد يا جامد. لازم يعني لا أحد أوقف على الستيج. لا أحد توقف بالأغنية إن شاء الله على الستيج. ما أبغى مثلا أسوي الأغنية ونروح نعرضها في البرايم بعدها بأسبوع وروح أصور فيديو كليب. أبغى أخلص كل شيء مرة واحدة ونعرض للناس لأول مرة مع بعض. بدعتي بين عليك شغل الأسبوع والله كلام اللي قلته في البرايم. بتعرفون أنا ما أحب أجامل. أنا قلت إن هو يراني إن أنا أهل حاجة عندي. جاهزين؟ تك 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 تك. في البرايم قال لي إني دخلت بالحيط فخايفة من تقييمه ومن رأيه فيا. أنتوا الثنتين بصراحة ما قنعتوني نور قمر. وزودتيها شوي كثير في الغنى حتى في البرفورمانس على المسرح في الحركات تحمستي زيادة. هو غلط صراحة صحيح كلام أستاذ حسن. حسيت أني كنت متحمسة برشا فضيعت شوية يعني من صوتي. العظيم أكتر اتنين تدلعوا. إحنا ما حدش عامل معنا كده. شفتي تجارب الأداء وحياة ربنا وضيوف في شوية من الظلم للأمانة يعني ما كانوا بهالسوء الاثنين. عايز اقول لك ان هي في البرايم وهي بتغني عماله اعمل لها اهدي شويه طالعه في اهدي. انا مستغرباها ما كانتش كده في البروفا. شفتي على طول يلا غنوا معايا. لا ما قلتش غنوا معايا. انت كان نايس تقولي كده يا بس ما حسيتك انت استاذ حسن قعدت تقيم فينا يعني اكثر من لازم. انت عارف اني مريضه بس ما مو بوقتها احط هاي السبب. صح زنوت فير. انت مريضه هذيك تاخذ ذنب مرضك ما في من حظك ان هي أمس غلطت. مو بإيدي صراحة إذا أنا كنت مريضة بالصدفة يعني هالأسبوع مرضت. من الاثنين استفادوا والاثنين هيقعدوا على قلبنا أسبوع كمان. شفتي؟ شفت بقى أنا قلت لك من أول كرشهم الاثنين وريحنا.